رجل خوطف ولده ولا بد من رجوعه، لا بد إذا أردت رجوعا أن أدفع له، أن أدفع للخاطفين مبلغا من المال، هل يدخل هذا في التعاون على الإثم والعدوان؟ كيف الآن إثم وعدوان؟ أنت ما عاونت على الإثم. لو لك سبيل لاسترداد ولدك دون دفع فاسترده دون أن تدفع، لكن لو لم يوجد سبيل استنقذ ولدك، ماذا تفعل؟ إذا بلغت إن في إرهابيين خطف ولدك يأتيك، قد يأتيك الولد، صح كده ولا؟ الله المستعان. إن في بعض الدول فرطت بعض الشيء في سرقة السيارات، فواحد من إخواننا الطيبين سيارته سرقت، يبلغ الشرطة في دولة أخرى، مش يبلغ الشرطة لا تهتم، يا جماعة السيارة غالية أنا مديون في ثمنها. فأرسل رسالة للشرطة، رأيت سيارة مشبوهة فيها قوم مشبوهون، أخشى أن تكون تحمل أشياء محظورة. اجتهدوا على طول في البحث وأتوا بالسيارة، فقد يحدث هذا.